ازيك شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. النهارده فكرة الفيديو بتاعنا حماس جدا، بس قبل ما نقول عايزكم تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وجرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنلعب جدعان جيم بلاي في الماب الجديدة، ماشي وكده يعني. يا جدعان انا لعبت وبعدين عملت مقدمة، يعني انا خلصت لعب فبدمجهم يعني في المنتهى. والله الجيم بلاي يا جدعان كنت ماشي حلو. جدعان الفيديو عبارة عن ايه؟ جيم برضو بس يعني مكان سري، يعني اكتشفت لكم مكان سري يعني جيم. والله والله مكان سري، ماشي. جيم والله كنت ماشي بس موت، بس المهم اللي انا اوريكم مكان السر، ماشي. فشوفوا الفيديو، هو فيديو كان قصير وموت يعني في نص الجيم كده كده عشان النت كان ضعيف. انا ليه بحكي لكم؟ ما تيجوا تشوفوا الفيديو هيعجبكم. طبعا انا حسابي التاني اتهكر، يعني اتسرق بمعنى اصح، ماشي. يعني انا يعني دي تاني مرة اجرب فيها التحديث معاكم. يعني اول مرة كنت بجربها كده مكنتش عارف الاماكن وكنت عارف يعني ايه اللي بيحصل. الله، البنج 20، ايوه يعني هي دي المدينة المفضلة بتاعي، ووتر فول. ايه ده؟ هي فين؟ اهي انا هنزل لها، يعني هنزل لها عشان فيها مكان سري جدا. يعني على اظن يعني 1000000% ان مفيش يوتيوبر اكتشفها ولا اي حد في العالم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب. انا هوريك يا جدعان المكان هنا يا عمو. ربع المكان يجي مكان الله يجي عندي الكبار، بس بعيد. فاحنا هننزل على الطريق، احنا هننزل في المدينة. طيب يا جدعان بلعب سولو سكواد. يا سلام، سلم على القريب. ايه جدعان؟ هوصل المكان، هوصل. جرب. يا لهوي يا لهوي، الناس دي انتوا نازلين فين؟ اه يا جدعان بتاع بيجي سريع. ان شاء الله اوصل. احتمال لا، احتمال اه، احتمال لا. انا بقول لا يا جدعان، لا مش هوصل. عيب عليك، قلت لكم مش هوصل، مش هوصل. ماليش فين، عايز اوصل. انا عايز اروح البيت دي. ايوه الجزء طبعا يعني عشان انا لسه حسابي يعني الجديد ده لسه عامله. ايوه الجزء يعني ولا باراشوت ولا حاجه ولا سكنايه. طبعا يعني انا في سيزون 14 اللي هينزل، يعني بقى فاضل له 4 ايام ولا 3 ايام ان شاء الله. يعني انا ممكن اشحن السيزون، احتمال ما اشحنه. لهوي في ضرب، في ضرب. ايه اللي جابهم هنا ده؟ السلاح الجديد انا نفسي اجربه. وين انت حبيبي؟ حبيبي احنا نهرب، احنا نروح المكان السري على طول. احنا لازم نطلع فوق. طب ولا خوذه ولا فيست كده. انا والله المدينه دي يعني جباره جباره بمعنى اصح. ايه ده؟ ده اللي اتركت. ايوه انت بقى اديني. الناس دي بتجيب شنطة هالشنطة يا عيني، شنطة الحمد لله. ده عندي ايه ده؟ ايه الجليتشات؟ ايه ده؟ شوف يا جدعان اللي والله انه له كبار. طلع السفينة بسرعة. اللي انا بعمله ده انا عامل ايه؟ انا راي انا بكتب وحدي. اوه السلامة الحقيقة، السلامة الحقيقة. تعال نشوف يا جماعة، عشان انا بحبكم عشاق ببجي. هيعرفوا المكان السري، اوبا المكان السري هو ده المكان السري اللي انا هتحكيلي دلوقتي.
مغارة علي بابا. يلا دخلينا دخلينا. ايه ده ايه ده، من فين تاكل ولا مش هو ده؟ مش هو مش هو، عرفت انا. ايه ركوب قيادة السفينة؟ يا عيني على طب السفينة مش ازاي؟ ماشي يا سفينة، انتوا بتقدروا بإيه؟ لا هو انا لو هنزل اموت. انا ما كان سوي، يا رب ينفع ينفع بقى كده اهو. الحمد لله ركب مكان سوي قنبلة بقى يا معلم، يعني العشاء القنبلة دي. ايه ده فاكر يطلع ايه؟ جعانة والله مكان سرعات تاخد الدرين كده. نفسي اخد السلاح دي يا رب. المهم هو فين؟ معايا سكوبات. هو فين؟ نفسي اجرب السلاح الجديد. هو فين؟ والله لو مت منه. ايه انا غبي، لازم اروح البيت اهو. واحد اهو. شفت الفيديو اعمل ايه؟ شفتوا البنج؟ حول ولا قوة كده. تعالى طبعا خلصنا الفيديو، انتظروا الفيديو الجاي اليوم الاحد، السيت اب لميمي تي في الجديد. اوكي شوفوا الفيديو الجاي، سلام.